صباح الخير. صباحنا صباح الملك لله وحده لا شريك له واليه النشور. اليوم ان شاء الله راح نديروا الاخر محاجب، كنت عنديرهم للولاد الغداء، قلت نشارككم في الوصفه تاع التوابل تاعي اللي ندير. يعني كل واحد كفاه يحضرها. من المحاجب تعرفوا من الاحسن انكم تقطعوا ما ترحيوش. درك انا عندي كميه هنا الساعه من الطماطم، وعندي شويه هريسه هاهي حرحرتها نسيت هاهي. سما اللي يحب تكثر تكثرها، خاطر وكل وحده على حساب افراد الاسره تاعها كميه طماطم وكميه هي واش تحب تركب على الطماطم والبصل. المهم ما نرحيهم تقطعوهم رقاق ولا لي مزروبه ترحيهم وما ترحيهمش مليح في الروبو. هذه درك انا عندي لكم طريقه هذه باش من بعد البصله تاعي على طيبت الطماطم، طماطم علب زدت دعمتها شويه باش تجيني حمراء بنينه. كان يدير غير الكعب كل واحد واش يحب. انا زدت طماطم باطا وشويه هريسه وطماطم محبه قطعتها كميه معتبره. نخليها دوك تطيب شويه طماطم حتى تنشف تشرب ماها، باه دوك كي نقلي من بعد البصل والاخر مانيش حابه نقلي البصل تاعي بزاف كيما نقولوا حتى يروح خلايفنا، خاطر الطماطم تعرفوا فيها الماء كون خلطوها مع البصل هي تبقى ما تنشفش، والبصل تاعكم يزيد يطيب بزاف يذبل بزاف. ماذا بينا يقعدوا شويه التوابل تاعنا يريحوا فيهم قيمه غذائيه. هذا هو الهدف تاعي اني درت كيما هكا، حتى كي تجبدوها من لاكلاص ديروها كيما هكا اللي ما عندوش الطازجه بيروح الماء تاعها هذاك، هذا هو الهدف. درك انا نخليها تقلى تنشف ونكملوا المراحل الاخرى. هنا في التوابل بسم الله عندنا شويه ثوم ريحتها، حبه جزر صغيره باه نحيو السكر الاخر الحموضيه، ونزيدو شويه سكر. عندنا فلفل حار شويه تاع شحم جديد تاع العيد، تعرفوا راح نديرها لكم طريقتها التقليديه يعني. والبصل كميه معتبره قطعتها شي فلفل حار هذاك. الاخر كان يديروها جوانح، انا من يعني كنت نعرف صلاحي امي ديرها هكا نديرها كيما هكا ما تجينيش كبيره خير. وهذا كان ما يديرش وانا حابه ندير. هذا يسمى عباره عن فلافل وخلاص ملح وفلفل حار، اللي يحب الحرور والحمر بابريكا يزيد يعطيها بنه ما تكثروش برك يمروا توابل لانهم كما يقولوا سلاح ذو حدين. ديري شويه تنكهي الاكل تكثري تفزدي الاكل يعني تغيري له طعم تروح خلاها البنه تاع الحاجه تاكلي فيها. هذه هي الجزره اللي يحب يستغنى عليها استغنى. انا كي هذا واش لقيت في الثلاجه حبه صغيره درتها، وتقدري ما ديريهاش ماشي حاجه مشروطه هي الرسمي بصلو. وكاين اللي عاد يدخلوا فيه ما احنا المحاجب يعني نعرفوهم محاجب ما نديروش فيهم حتى حاجه، عاد يدخلوا فيهم لحوم يدخلوا فيهم سما ولا فطائر. انا وشي انا نحبهم طبيعيين وعندير فيهم برك الفرماج. الولاد يعرفوا الولادك تعرفوهم يحبوا الفرماج، كي نديرهم بلا فرماج ما يحبوش يقولوا لي يا ماما علاه ما درتيش فيهم فرماج ما لاش ديت لهم فرماج. هذه هي اللي يحب يديرهم بلا فرماج يدير ماشي حاجه مشروطه. هذه هي وشوي زيت نخبزوا به ونحطوا ثاني شويه زيت في التفات من بعد كي يطيبوا. هذه هي سهله يعني واش يطلب تقطيع بصح كي ديري بالروبو ليه ليه ما تريحيهمش ما برك. وعندي هنا كميه البصل الخضر تعرفوا يجي بنين يبنن في المحاجب وخاصه البوراك تزيدوا في الاخر كاين حوايج يجي فيه مهايل. حتى نطفي ونحطو هكاك يذبال برك مش راح يطيب باش يزيد ما يطلبناش كاش مروره ولا برك يجي هايل تاني ما عندهاش ما ديروش. انا المحاجب تاعي كيما هاك نشتي نتولهم ندوزيهم يجيو بنان يعني بلا ما نشكركم فيهم ساعه ساعه ولساني يديرها بينا. هذه هي كل وحده يعني قالوا كل شيخ ليه طريقه وانتم جربوا الطرق تبعوا الطريقه اللي تعجبكم. هذه هي انا ما نقولكم تاعي ما نقولكم كل وحده وطب راسها. هذه هي التجربه خير برهان. كاين حاجه ثاني فلفل اسود تحبوا تزيدوه تزيدوه، كان يزيدو كان ما يزيدوش يعني. هذا الطبخ انا نقول عالم واسع يعني ماشي كي الحلويات انت مقيده بالمقادير طبخ تزيدي حاجه تنقصي حاجه وشي ما تخرجوش على الموضوع برك. هذه هي كاين حوايج ما ينقصش مع حوايج برك. هذه راح ندير شويه سكر الطماطم. شوفوا هنا نحطوا كل شيء تاعنا في البارد ونحطوه يتقلى ماشي كيما الحوايج يعني اللي انا هكا ندير نحطوا كل شيء يتقلى. ها هي نحطوا الثوم تاعنا ها هي ما تجي تقيسها النار تعود البصله تبالت طيح. نحطوا جزره بسم الله ها هي جزره مش راح تبان بعدا تذبل خلاص تروح الاخر تاعها.
عندنا شويه تاع الشحم وشويه تاع فلفل حار، من عفره وحار والله ما على بالي نكذبش عليكم. اللي عندها الاحمر تاني وتحب الحروت زيد دير الاحمر، الهريسه حرحروها الشتاء شويوهم. هذه الاولاد الصغار بك اللي غيظهم ساكن. عندنا هذو الحرور تحبوا تزيدوا يعني ولا غير تجي بنينه، حتى لو حبيتوا تزيدوا شي راس الحانوت زيدوا، كل واحده حره في دارها وفي برمتها. واش قلت لكم ما تخلطوش برك، كاين حوايج ما يليقوش. هذه نحطوا الزيت، بسم الله شويه زيت مع شويه شحم هذاك، وخليوها تقلى. دوك نحطها تقلى وكي تذبل نزيدوا لها الاخر. دوك تشوفوا هاني حطيتها على النار تتقلى تذبل شويه البصله، بصله ما فيهاش ما بزاف كي الطماطم. كي نشوفها ذبلت شويه نزيد نلحق لها طماطم، هاي تغلي قدامكم هاكم تشوفوا فيها ها هي، نزيدها لها ونخليهم يدخلوا في بعضهم شويه هكا، ونزيد البصل اخر حاجه هي البصل ونطفي، ونزيدوا لها شويه دبشه. نسيت ما قلت لكمش كزبره خضراء، دوك نقطعها تجي تريح تجي بنينه. البنات العجينه انا درت كيما درتو المره فاتت نفس الطريقه، يجي واش يدا المحاج بيجي شويحه كيما روحو باه ما يقطعوا لكمش، وماش كيما تاع الفطير معايا تحط يجي مليح. ولازم السميد يعود مليح، خاطر السميد يخيب بزاف العبد سواء في المطلوع سواء صدقوني نسبه كبيره تاع السميد هي اللي تنجح الوصفه. انا ساعات حوايج نعود مالفه نديرهم كي يعود السميد ماشي مليح صدقوني ما تجي النتيجه كيما تحبي. لازم السميد هو الرسمي كيما يقولوا نسبه 50% سميد، والباقي تقسميه بين الطاجين وبين المواد اللي درتي وبين الطريقه، يعني السميد هو الاساس. شوفوا ها تقلى قلات البصل، دوك نزيد عليها الطماطم نضيف لها الطماطم. هاني ضفت الطماطم تاعي، دوكا نخلي كلشي يدير يزيد شوي مع بعض ونطفي ونرمي البصل، نزيد نخليه يذبل ونرمي الكزبره. هاهي الطماطم غلات بعد ما حطيتها نشفت حتى هي، وحطيتها هنايا مع البصل تاعنا اللي كان دورو حتى ونشف. راح نحطو دركا البصل الاخضر هاهي، دوك البصل يزيد يشرب المرقه اللي قعدت، هذاك السائل اللي كاش ما كاين راح يزيد يشربه لنا البصل الاخضر هاهي، يعطينا ريحه وبنه. وفي الاخير نزيدو نحطو خليه يذبل برك واحد زوج دقائق ونطفي عليه، ونزيدو الكزبره ان شاء الله ونطفيو خلاص، ونخليوها حتى نوجدو العجينه تاعكم. ولا لازم تبرد العجين الخليط باه ما يقطع لكمش العجين. هذه هي العتوم زروبي، نديروه في كروانه حوض مائي وحطوا البرمه تاعكم ساعه ساعه قلبوا باش يبرد لكم ثمثم. هذه يعني تدبيره ها هي التفات تاعنا تقلاو بلا ما نخليهم يفقدوا قيمتهم الغذائيه، وبلا ما نخلوهم الاخر يذبالوا. هاي راح نديروا المحاجب تاعنا الفطير كيما مالفين تاع نديروه، حجم تاعهم متوسط ما يعودش كبير خلا ما يعودش صغير. دوك تشوفوا بسم الله ها هي نحكموا اخي تشوفوني ها هاي الحبه تاعنا. هنا عندنا خليط درت فيه الاخرى فرينه طحين ودرت فيه زيت ها شوفوا نزيدو نديرو الاخر شويه طحين هكا باش تورق لنا الحبه تاعنا تجي مليحه هاهي هاهي. نزيد الاخرى بسم الله هاهي، زيدوا حطوها فوق هذه ها وقلبوها ونخبزوها شويه. طبعا تعرفوا الزيت لازم ما نكثروش بصح لازم باش تجي حاجه مليحه ثاني. هكا ندير غير الحاشيه ما تجيش جهه الوسط نمشيو هاهي. انا شتي ندير في السني خاطر ارطب ومليح وكل شيء نضيف ها نجبد شويه بسم الله. دير لكم حبه ولا زوز وانتم تكملوا نفس الطريقه. التفاتف تاعنا لازم تخليوهم يبردوا، انا اللي طيبت يعني الاولاد بسم الله ها ما تجبدوش بزاف. هاهي درت زوز طبقات يجيكم ورقين، ولا حبيتو يزيد يجيكم اكثر زيدوا صغروا الحب تاع واش اسمه الفطير وديروا ثلاثه حبات فوق بعضهم راح يجيكم ورق اكثر، وما تجيش كعبه كبيره لو كان ديروهم كبار راح يجيكم. دركا واش ندير ها هي ندير هذا شويه هكا السائل هذا نمشيه
هكا باش تجيني الحبة تاعي مورقة. ها هي ها نرشها شوي بالفارينة هاي باش حتى الفارينة هذيك الدور تاعها راح تشرب لكم كاش ما سوائل من الحشو تشربه لكم وتجيكم الكعبة مليحة مورقة وهشوشة هكا. ها هي ندير دوكا الحشوة بسم الله. ها هي نحط الحشو ها هو شوفوا الوسط ما تنساوش اني ما رققناهش بقى خشين. ها هو الحشو تاعنا ها هو تحبوا تعرضوا الحبه تحبوا تصغروها مهم تكبروا حبات الفطيره راح تجيكم كبيره. هكا ندير فرماج ديروه على شكل كاري عدلوها ندير فرماج. ها هي شويه العبد يتعب كي يعود يصور وحده ويعود. ها هي ديروا هكا ديروا شويه خليط تاعنا هذاك ها هكا رشوا شوي فارينة يعني معليش هكا شوي بس تجيكم خدمه مليحه ان شاء الله. نزيدوا الاخرى هاي فيها فارينة بعد نزيدوا نديروا لها هكا زيدوا دهنوا شويه زيدوا رشوا الفارينة منها تشرب السوائل منها تجيكم ورقه. ها هي نحط ها هي حطوا الحبه تاعكم زيدوا طبقوا. ها هي ديروا هذاك الخليط شويه ها هي مشيوها ريقلوها ها نظن فهمتوني. دوك انا نهزها للطاجين ندور لكم التصوير. ديروا لها شويه داك السائل ثاني هنا هكا باش تجي تفتت تجي مليحه راح ندور لكم. هاني دهنت حطيت المقله سخنت تسمع جات تصوير درت لكم في المقله يعني هي نورمالمون ديروا في الطاجين تاع الحديد الغالب الظروف. بسم الله راح نهز الحبه بسم الله بسم الله. ها هي شوفوا دركا نطلقوها بالزيت ها طلقيها بالزيت ها النار تعود قويه باش تورق. ها هي شتو كان تورق بزاف درت لكم الطريقه هذه مليحه ومضمونه بربي. ها هي كاينه ساعات نطيبهم شنار يعني توالي هكا نطيب الساعه نديرهم صغار نطيبهم ونحط فيها في الطايبه هذيك اللي طابت ونحطها في وحده نيه هكا ثاني يجيوكم ما يجيوكمش مرجنين ويجيوكم ملاح. درت لكم هذه تسمى مزروبه جا ولادي هكا ما قدرتش نطيبها كم تعرفوا لي وحدها. ها هي دوكا هكا النار هاي قويه شي باش تورق لنا خليوها تطيب ومن بعد نقلبوها. ها هي خليوها تطيب تحبوا ديروا فيها الدجاج تحبوا ديروا لحم مرحي تشوحوه في البصل وحده هكا البصله وكان ما ديروش بصل ولا طون طون ثاني دارها بولدي بطون جات هايله فرماج. شوفوا ما شاء الله كيف تجيكم تجيكم هكا تحسوها كي ديروا فيها الفارينه والاخر تجيكم هايله. جربوا طريقتي طريقتي تعرفوني انا شتي ندير طريقتي. شوفوا برك ما تكبروش الحبات يجيكم الكعبه كبيره وتحصلوا وتعمروها تتقطع لكم مهم ديروهم كيما شفتوهم. هاي طابت راح نحيها نزيد وحده. شوفوا فقط كي تنحيهم حطوا لهم بيناتهم سراف هكا باش ما تنديش ولا شباك ولا طبه كيما نقولوا حنا تاع الكسره خارقه هكا باش ما يشربوا لكم رطوبه. هاي راح نزيد ندير لكم وحده. هاي رشوا شوي فارينه فوقها زيدوا ديروا وحده خلاف العجينه. ها هي بسم الله ها هي طلقوها نفس الطريقه. ها هي ونديروا شويه زيت ونطرحوها. ها هي نطلق منها حاشيه نرشها بالفارينه. هاني درت لها ذاك الواحد خليط وندير لها شي فارينه نفس الشيء باش ما نبطاوش ونكمل انا كامل هذوك المقال الوحدات نتاعي. ها هي نحطوا التفاتف ها هي نفس الشيء. ها هي نحطوا فرماج حطوا واش تحبوا انا نفضل يعني يبقاو طبيعيين بس اللي يحب يحط يحط. ها هي كيما الاخرى
زيدوا ندهنوا هكا، نديروا شويه طحين نفس الشيء ها هكا باش تورق لكم ها هي، وتشرب لكم السوائل في نفس الوقت. ها هي سهله، نزيد ندهن نفس الشيء ها هي. جربوه ان شاء الله بهذه الطريقه تشوفوا ها هي ها سهله. يعني فيها الجهه هذه بصح انا شتيت نزيد ها نعدلها، نعدلوها كاريه مقلاي تسخن ها هي، حطيتها كيما الاخرى نفس الشيء ها هي. تطرحوها وخليوها تطيب بنار قويه شويه بصح قلبوا تعسوا ها هي، خليها تطيب ونقلبها ها هي. قلبتها نفس الشيء كامل الكميه وخلاص، شفتوها يعني وريتها لكم، عطيتكم لاستيس هذه تجيكم مليحه بها مقرمشه هكا بنينه. هام المحاجب تاعنا شوفوا ما شاء الله جو بنان وملاح، هذه يتبعوا الطريقه ان شاء الله تنجحوا فيهم، والطريقه هذه سهله ومضمونه ما يفسدولكمش، وتحبوا تطبقوهم هكا. انا بغيت نخليهم هكا باش ما يعجنوش، تحبوا ديروهم هكا قدموهم هكا مثلث وديروهم هكا ورا بعضاهم كيما هكا ها، ديروهم هكا مثلث مثلا، المهم كيما تحبوا هكا كي تبريزونتيو، تحبوا ديروهم رولو كي كل واحد فيها يحب. هذه هي ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. ها هي محجوبه شوفوا كيف تجي مورقه، هاي قطعت لكم منها شوفوا هاي، لا الطريقه هذه جربوها شوفوا كيف فاهم بسه ها هي شوفوا توراق شتوه طايبه هاي. ها بقى على خير ان شاء الله تعجبكم الوصفه، طبقوها فقط تجي هايله في البرد هذا.